الفرحة تدخل على قلوب بنات دنيا بطمة. إليكم التفاصيل. احتفلت عارضة الأزياء المغربية ابتسام بطمة يوم أمس الاثنين بعاشوراء رفقة ابنتي شقيقتها الفنانة المغربية دنيا بطمة، ونشرت ابتسام صورة لها رفقة غزال وليلى روز وهما يحتفلان بهذه المناسبة عبر حسابهما بموقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام. أرفقتها بتعليق جاء فيه: مبروك عواشركم، ضروري ما نديروا الخطر للبنيات. وفي نفس السياق دقت الفرحة باب عائلة بطمة بنجاح ابنة الفنانة المغربية دنيا بطمة غزال الترك ونجاح ابنة الموديل ابتسام بطمة في هذا الموسم الدراسي. وبهذه المناسبة عبرت ابتسام بطمة عن فرحتها بهذا الحدث عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، حيث نشرت صورة جمعت ابنتها مع بنات شقيقتها أرفقتها بتعليق جاء فيه: مبروك النجاح حبيباتي.